التمر الصحي أصبح ظاهرة في العراق ما بعد 2003، لا بل أصبح واقعا خطرا يعيشه المواطن في محافظة واسط، وذلك لما تشكله النفايات من مخاطر كارثية تهدد سكان المحافظة والصحة العامة والبيئة. من المعاناة اليوم اللي يعاني منها المواطن العراقي هو التمر الصحي اللي يكون قريب من المناطق السكنية، وهذا حقيقة يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. مواطنو محافظة واسط طالبوا بإبعاد مناطق التمر الصحي عن مناطقهم السكنية، متهمين وزارة الصحة والبيئة بعدم تحريك ساكن تجاه هذه الكارثة الصحية. في سابق الأوان كان بكان التمر الصحي في بكان مفتوح بمحافظة واسط غير قريب عن الأماكن السكنية، اليوم الأماكن السكنية صارت قريبة على التمر الصحي بسبب التخطيط العمراني الجديد اللي هو حديث. نطالب مرة أخرى ومناشدة كريمة من خلال منبركم الكريم أن ينقل هذا التمر الصحي إلى مناطق أخرى بعيدة عن أي مناطق سكنية. طبعا هذا المكب مال النفايات اللي موجود على طريق بدرة، هذا يأثر طبعا على البيئة، أكيد يأثر على البيئة ويأثر على الصحة. مشكلة التمر الصحي في العراق ومحافظة واسط بشكل خاص تكمن في اعتماد الطرق البدائية في تمر النفايات بعيدا عن التعامل معها بالطرق الحديثة العلمية، وهو ما اعترفت به الجهات المسؤولة في المحافظة. كان حقيقة أنه المواقع التمر الموجودة في عموم المحافظة ولجميع الوحدات الإدارية والبلديات التابعة لها هي مواقع تمر غير نظامية. نعم القسم الأكبر منها تتوفر في المحددات البيئية، لكن لا توجد هنالك متطلبات بيئية موجودة ضمن هذه المواقع، فضلا على أنه هذه المواقع هي تفتقر إلى الإدارة المتكاملة. لا يبدو أن هناك حلاً في الأفق القريب أو البعيد لظاهرة التمر الصحي في واسط، ليبقى المواطن هو من يدفع ضريبة الصمت الحكومي تجاه هذه المخاطر البيئية، وذلك بفعل استشراء الفساد في حكومات جل همها المناصب وتقاسم الغنائم.